دعم جديد يضاف إلى رصيد العطاءات السخية التي تقدمها دولة الكويت ويدها البيضاء التي تمتد لدعم أشقائها في اليمن وبما يلبي احتياجات المواطنين فيها. ها هي دولة الكويت بكرمها وأميرها قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تقوم برفض القطاع الصحي في اليمن، وذلك من خلال تقديم أطنان من المحاليل الوريدية والعلاجات الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا وتوزيعها في كل من محافظة تعز ولحج وريمة. نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة وشعب الكويت الشقيق على ما قدموه ويقدموه من دعم سخي للشعب اليمني في كافة المجالات ومنها المجال الصحي. في مشروعنا قدمت حكومة الكويت والشعب الكويتي العلاج ل 3000 حالة مرضية بوباء الكوليرا استهدفت محافظات تعز ولحج وريمة. الدعم الكويتي للقطاع الصحي في اليمن تظل بصماته واضحة وضوح الشمس، وذلك بأن 70% من احتياجات اليمن الدوائية تقدمها دولة الكويت لمساندة أشقائها في هذا البلد المغلوب على أمره والذي تحيط به الأزمات من كل جانب، كان آخره انتشار وباء الكوليرا الذي حصد الآلاف من الأرواح والذي كان لدولة الكويت الدور الأبرز في مكافحته. مشروع العلاج مرض الكوليرا استهدف 3 محافظات يمنية وهي محافظة لحج وتعز وريمة بتقديم المحاليل الوريدية والمضادات زائدا علاج الحميات. هذا المشروع يأتي في كارثة يمنية على أهل اليمن بمرض الكوليرا، فجاء تدخل كريم سخي من دولة الكويت بإنقاذ حياة الآلاف الذين يعانون من هذا المرض ومن هذا الوباء. دائما وأبدا تبقى شعلة العطاء الكويتية متقدة لتبقى عند حسن ظن أشقائها وسندا لهم في كل حين. تستمر أيادي الخير الكويتية في تقديم كل العون للأشقاء اليمنيين، والذي تجسد اليوم بتقديم أطنان من المحاليل الوريدية لمكافحة مرض الكوليرا في كل من محافظة تعز ولحج وريمة، تلك المحافظات التي عانت كثيرا من جراء الصراع الدائر في البلاد وخصوصا في القطاع الصحي. مرنبيل لتلفزيون دولة الكويت، عدن.